ان الفن اللي بيتقدم النهارده بقى من غير فنك، يعني انت كنت فن راقي، النهارده الناس بتنتقد الفن اللي فيه ابتذال وفي اساءه والفاظ سوقيه و... يعني ما عندك عادل امام، عادل امام ده اخر محترم كان بيعمل اخر مسلسل من صاحب السعاده، مش فاكر يعني واحد جدال اللي قبليه، فبيكلموني تعالوا كتير بيكلموني ايه اللي عجبك، قلت لهم الوحيد عادل امام، لقيت الراجل بيكلمني افتكرت واحد عجيب، قلت له يا ابني انت مش هتبطل معاكسر، قال لي والله يا زبده، هو قال يا زبده والله يا زبده انا عادل امام، فلما قال يا زبده قلت له يبقى اكيد هو عادل امام، فقلت له طب قول حاجه ثانيه، فقال لي فاكره لما وصلتيني فين؟ قلت له ايوه. فمحترم، في ناس محترمه يعني.